تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، شرعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في التواصل مع المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية التي تعود أقدميتها إلى عام 2002 والمرشحين للاستفادة من الحلول والخيارات البديلة، وذلك في إطار الجدول الزمني المعد لذلك. وقد صرحت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، صرحت بأن الوزارة أعدت خطة عمل لاستقبال المواطنين وفق جدول زمني يستوعب جميع المواطنين الذين تقع سنوات أقدمية طلباتهم بين عامي 2002 إلى 2004. انطلاقا من توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للطلبات الإسكانية لعام 2004 وما قبله، شرعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باستقبال الدفعات الأولى من المواطنين والذين تعود أقدمية طلباتهم إلى عام 2002 لتزويدهم بكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالحلول والخيارات البديلة من قبل فريق عمل تم تأهيله وتدريبه لتقديم أفضل الخدمات والاستشارات للمواطنين. يعني اتصال من وزارة الإسكان بخصوص الخيارات الإسكانية الجديدة. أولاً حاب أشكر الجهات المعنية خاصة ولي العهد على إتاحة هاي الفرص، صراحة شيء حلو بخصوص حق الناس صار لهم فترة واقفين. الخيارات حلوة تلبي احتياجات الكل، الكل يقدر يختار الشيء الحلو اللي يقدر يناسبه، ونتمنى التوفيق للجميع. وأشكر التسهيلات وسرعة الاتصال والاستجابة، وأشكر سمو ولي العهد على طرح هذه التمويلات الجديدة اللي بيخلي له فترة الانتظار يكون أقل لجميع المواطنين. الخطة الإسكانية لتوفير الحلول والخيارات البديلة لأصحاب الطلبات الإسكانية لعام 2004 وما قبله تتضمن ثلاثة حلول بديلة للحصول على السكن، حيث يتضمن الخيار الأول تخصيص قسيمة سكنية مدعومة بتمويل من برنامج تسهيل بقيمة 40,000 دينار مع استمرار صرف علاوة السكن للمستفيدين لمدة سنتين من تاريخ الاستحقاق. أما الخيار الثاني فيتمثل في توفير شقة سكنية للمستفيدين مع منحة مالية قدرها 3,000 دينار، فيما يتمثل الخيار الثالث في منح المستفيدين الحد الأقصى لتمويلات برنامج تسهيل والمقدرة ب70,000 دينار مدعومة بمنحة قدرها 10,000 دينار. البرنامج كلش ممتاز ويتلائم مع متطلباتنا، خصوصا نحن بدفعة 2002 وتقريبا يلبي كل احتياجاتنا وان شاء الله نتوفق فيه. احب اشكر وزارة الاسكان على الفرصة اللي اتاحتها في موضوع القرار الجديد هذا، والموضوع يعني احس انه مناسب للناس اللي صار لهم فترة طويلة فوق 20 سنة مثلي، فالموضوع إن شاء الله يتيسر ويكون مناسب يعني للجميع. تأتي خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تزامناً مع النتائج الإيجابية لبرنامج التمويلات الإسكانية، حيث تمكن البرنامج من خلال تمويلات تسهيل ومزايا من تلبية 1,000 الطلبات الإسكانية للمواطنين وبصورة فورية. خطط ومبادرات مستحدثة تهدف في المقام الأول توفير خدمات إسكانية للمواطنين بحلول مبتكرة واستثمارات نوعية لتأمين السكن اللائق والملائم للمواطنين بما يتوافق مع برنامج الحكومة 2023-2026. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.